السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ اسماء المتنوعه. كنتمنى تكونوا على خير. اليوم غنشوفوا وصفه ديال الصابلي اللي بلا بيض، ما كنحتاجوش البيض وفقط مكونات سهلين وبمذاق مختلف ورائع. بالنسبه للمقادير غادي تلقاهم في صندوق الوصف. غادي نحتاجوا الزبده في درجه حراره الغرفه 300 غرام، غنحتاجوا كذلك قشور ديال الحامضه وحده وشوية طروحة الحامض كيبقى اختياري، قشور ديال البرتقالة والسكر كلاصي اللي هو سبيسيال 160 غرام، وغنحتاجو 500 غرام ديال الطحين. بالنسبة للطريقة يمكن لكم تخدموا الصابلي بالعجانة او فقط باليد. اي هو لا خدمتو بالعجانة خصكم ميت تخلطوه، يعني ميت تزيدوا الطحين خصكم تكونوا حاضرين باش ما تخلطوهش بزاف. هنايا غادي نضفت الزبده مع السكر كلاصي حتى كتولي لنا بحال البوماد، يعني كما كنخلطوها بيدينا حتى كتعجن لينا مزيان. من بعد غنضيفو القشور ديال الحامضه والقشور ديال البرتقاله، وكنضيفو شويه ديال الروح ديال الحامض وكنخلطو مزيان. من بعد كنضيفو الطحين بشويه بشويه، نفس الشيء بالنسبه باليد. هي كنجمعو ماشي كندلكو، هنايا راه جمعتو فقط بالعجانه وحبست. كنغطيو العجين بالبلاستيك غذائي ونخليه يرتاح على الاقل واحد نص ساعه ولا ساعات المكانه قبل ما نخدمو به. كنسرحو العجين ديالنا ويكون شي شويه رقيق، وغادي ناخدو القطاعه اللي على شكل بحال الدمعه. وكنطبعوه حتى كنكملو العجين كامل، كنحطوه في صينية الفرن. بالنسبة هذاك العجين اللي كيبقى لينا ما كندلكوش، كنجمعوه بالطريقة اللي كتشوفوا في الفيديو وكنطلقوه تاني، وكنطيبوه في الفران اللي نكونوا مسخنينه قبل. بالنسبة للصابلي كنطيبو على حرارة ماشي مرتفعة، 150 160، كاع لا ما تفوتوش 165، باش كيطيب لكم من الداخل وكيجي مقرمل كما كتشوفوا، وفي نفس الوقت الحجم ديالو ما كيتبدلش. ندوزو دابا للحشوه. بالنسبه للحشوه غنحتاجو 200 غرام ديال الشوكولاته ابيض، يكون من نوع جيد من الاحسن، 100 غرام ديال او 100 مليلتر ديال الكريمه سائله اللي ما تكونش حلوه، معلقه صغيره او معلقه كبيره ديال الحامض، عندنا 30 غرام ديال الزبده، وكاختياري هنا درت شويه الروح النعناع وشويه الروح ديال الحامض. كناخذوا كاسرول، اول حاجه غنديروها هي غادي نسخنوا الكريمه ديالنا، فقط كنسخنوها ما كنخليوهاش حتى كتغلى لينا، يعني كتسخن وكنضيفوها للشكلاط. كنحاولوا نغطيو الشكلاط كامل بالكريمه ونتسناو واحد دقيقه حتى لجوج دقائق ونبداو نحركو. من بعد كنبداو نحركوه حتى يتجنس لينا مزيان. الا ما دابش ليكم الشكلاط كامل بعنوبات ما كيكون الجوبرد كما كان عندي الجوبرد، كتدخلوه الميكرووند فقط واحد 10 ثواني او 20 ثانيه وكتخلطوا
صافي كيدوب ليكم وكيتجانس ليكم مع الكريمه كما كتشوفوا هنا. ديتو الميكرووند وبدا كيدوب ليا. من بعد غادي نضيف الروح ديال شويه ديال روح النعناع، واحد شويه باش تعطينا واحد المذاق الصراحه مختلف، وشويه ديال الروح ديال الحامض، وعصير الحامض حتى هو كنضيفه. اخر حاجه كنضيف الزبده اللي تكون في درجه حراره الغرفه، وكنخلط مزيان حتى كتذوب لينا وكتجانس لينا مزيان مع الكريمه والشوكولاته. كنغطيه بلاستيك غذائي مزيان ونخليه بلا ما نحطوه في الثلاجه، نخليوه تما حتى يبرد لينا. من بعد كنديرو في بوشادوي وكنعمرو به الصابلي بالطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو. يعني كنبداو نعمروا الحشوه ونلصقوا وحده على وحده. بالنسبه للتزيين عندي هنا الشوكولاط ابيض كما كتشوفوا القوام ديالو شويه قاصح، كنخفوا بشويه ديال الزبده ديال الكوك، هذه خاصه ما كتعطي لا ريحه لا حتى حاجه، وكتعطي القوام ديال الشوكولاط مزيان، يعني باش لا بغيت نغطسو يجي القوام ديالو مزيان. وغادي نحاول نغطس هين يعني هين النص ديالو هين الراس ديالو، وكنزينو بالورد الخاص ديال الاكل. وكنكمل بنفس الطريقة حتى نكملهم كاملين. واخر حاجه غادي ندير خطوط ديال الشوكولاط كما كتشوفوا في الفيديو باش نزينهم. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوه. وما تنساوش اللي اول مره كيشوف القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا اي جديد، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم فائده. دمتم في امان الله والى اللقاء.